شو في عنا مازن؟ جريمة قتل والمقتول اسمه حمزة قصير، هو كاتب مأمور شوي ومصوراتي كمان. في عنا ملابسات محددة؟ لا، بس في شغلة أحبك أنت تشوفها يعني على مسرح الجريمة بعد ما في شي تغير. ايه على فكرة مش نحن اللي غطيناه، جينا لنام غطى. مين اللي بلغ عن الجريمة؟ بعد ما عرفنا الشباب عم يشتغلوا عليها. رجال ولا مرة؟ لا، رجال اللي بلغ. طيب، بدنا تفاصيل أكثر عن طبيعة عمله. في شغلة أنا شايل لك إياها خصوصي، تعال معي تشوفها. كلام على ورق حمزة قصير ويكس. حلو الوضع. لما اعطيني سيجارة مازن. واضح من نطرتك قضية صعبة كثير، يعني جريمة بآخر معمر الله، بقيت بالحرش، قصة مكتوبة بالنحوي بورق كله دم. هلا الزلمة طلع من بيت قصير. بيت قصير كل عمره عايش بمصر، بس هاي طورتين البيت عن بيه، هيك اللي عارفينه من هون من الجيران. نفسي مرة تطلع لي قضية سهلة، دايما حظي زفت. حظك؟ أساس أنت عرزين لوبين يعني مريحنا من الجريمة بلبنان. بسم الله عليك وجهك. هو ده البيت؟ وانت عيلتي؟ الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك. انا عمك صفوان، خيو لبيك. عمي حبيبي حبيبي حبيبي. يا اهلا يا اهلا وسهلا. وانا عمك ريمون، خي بيك. لا استنى بس، ريمون وخيو لبي ماشي حبيبي. ازيك يا عمي؟ انا عمتك مريم اخت لبي. الله اكبر، ده احنا بقينا عزوه، عمين وعمه حبيبه قلبي. اهلين ست الحبايب. وانتي من غير ما تتكلمي عمتي. لا حبيبي انا خالتك. خالتي ايه يا رمي مصريه، احنا هنستهبل. يلا ماشي. ايه يا حمزه، بس هذا البيت قبل ما تستلمه في شويه ديون على بيك لازم نسددها. ديون؟ ديون ايه؟ ايوه اتفضل. ديون؟ دائما بالقضايا اللي مثل هاي نهاية البطل بتكون على ايدين مرة. مش فيش زلمة نهايته مش على ايدين مرة. انا كل ما بحضر عز بقول زدنا قتيل. بشرفك مازن، سرع بالتحريات منيح وركز على موضوع المرة. شوف مين المرة اللي كانت بحياته. ان شاء الله بنطلع بنعرفها هلا. بتعرفي ايه الفرق بين الواحد لما يحب حاجة او يتعلق بيها؟ يعني انت بتحبني وانا متعلقه بيك. دي ايه اللطافه دي؟ انا بتكلم بجد على فكره. طب قول انت، بحب اسمعك. بص يا ستي، لما الواحد بيحب حاجه بيحبها زي ما هي، يعني بالحاجات الحلوه اللي فيها والوحشه،
لكن لما الواحد بيتعلق بحاجه بيبقى عارف انه هيجي يوم ويسيبها او يزهق منها. حبيبه انا بحبك قوي. كلامك حلو قوي يا حمزه. انا حاسه انه هيجي يوم وتبقى اشهر من نزار قباني. نزار قباني اكتر حاجه بحبها فيك يا حبيبه انك عارفه ومتاكده انا بشتغل كويس يا حبيبه. وحياه امي انا مؤلف مش شاعر. اللي يشوفك في الاتيليه ما يشوفكيش دلوقتي. ايه مالك فيه؟ ساعات بحس انك بتقول كلام زي مجدي. بقول كلام زي مجدي؟ والله انت تعرفي اكتر. مش انت اللي بتحبيه؟ انا مش زي مجدي يا حبيبي. مجدي ايه بس اللي احبه؟ يا ابني انا بحبك انت. وعلى فكره بالنسبه لموضوع الواحد بحب الحاجه والكلام اللي انت قلته ده، انا بحبك. ليه دايما بحس ان في حاجه بتبعدنا عن بعض؟ اللي لو كان مكاني دلوقتي ما كانش عمل اي حساب لوجودي زي ما انا عامل حساب. يلا اقتل اعوذ بالله. لا لا القتل ده حاجه صعبه قوي. عمري في حياتي ما كان تفكيري بالشكل ده ايا كان الخلاف بيني وبين اي حد. عارف حضرتك ان انت بتسمع عني في لبنان ده صيت على الفاضي. فرج انا عايزك تخلص على الواد اللي اسمه سليم ده في اسرع وقت. انا مش طايق اسمع اسمه. نفس الصبح كده اصحى لقينا عيون في جورنان. ما تهدي نفسك يا طيار. لا اعصابك يا اخي. ما تنرفزش نفسك اكتر من 10 دقايق في اليوم وتقضي بقيه اليوم ضحك وفرفشه. تصدق بالله ان انت عيل بارد. اتقلتلت يا طيار. اتقلتلت. انا بديك حاجه تعيش. سيبني انقي لك ليه متعه حلوه. حلوه قوي. وبعدين ده عيل تافه ولا هيعمل اي حاجه. انا مش هستنى لما يعمل حاجه ولا هستنى لما اخسر واحد فيكم. الحق ده بيقول اخسر واحد فيكم. بطل جبني يا دودي يا جبان يا جبان. اعتبره مرحوم. تصدق هيوحشنا. يلا بقى عشان زهقت منكم. انا ماشي. يلا خد يلا فرج راك فين؟ رايح عندي المصلحه. عارف يا سيد لو كنت خرجت ما لقيتكش؟ عارف كنت عملت في امك ايه؟ غريب قوي حال امك ده. خرجت لقيتني وبرضه بتفكر لو ما كنتش لقيتني كنت هتعمل فيا ايه؟ انت جواك غل يا فرج مش طبيعي. يا حمار ما انا بعمل كده عشان تبقى يقظ. ما تقلقش عليا يا فرج يقظ. مالك ياد منشكح كده ليه؟ مالك يا عم الملاك فارد جناحاتك علينا؟ كنت فين ياد؟ كنت في مشوار مفرح. مفرح؟ وحيات أمك أنت بيتلعب بيك. وبكرة تقول فرج أخويا قال عشان البت ليلى دي هتنطعك كده هون. البت دي مش مظبوطة. مع إن اللي يشوف أبوها الله يرحمه ما يقولش أبداً إن البت دي تبقى بته. صحيح يخلق من ظهر الطيب. طيب يلا يا سعيد يلا. إيه يا جريندايزر؟ الصحن الدوار يا جريندايزر. ايه يا لبنان؟ الله يا متخلف. عندنا شغل يا سيد. يلا نشتغل. عارف يا بنت طول الوقت سليم ده لما يخلص عارف انا هفوق قد ايه؟ وبعدين طيار معاك بقى ما كفايه كلام عن الدم والمعارك والقرف ده. خلينا نتكلم في الموزس. موزس ايه بس انت كمان؟ بص انا جايب حته بقى. بص الحته دي اللي هناك هتخلي النايت بتاعنا يتكتب على صفحات التاريخ. بنت كيرن ايه اللي جايبها معاها؟
شبط ايش بط. حلو. طب انا هروح الحمام. طب طلع هيك بحضن. الله يرحمه. ازيك يا كارم؟ كيفك ناصر؟ دودي عايزك في الحمام. ناصر الطيار. حبيبي ياسين بطار. بتقولي ليه اسمك بكير؟ سيدنا هي علاقة حبيبة وناصر؟ كل الناس تعرفها اصلا. ناصر طول عمره كان هيموت عليها. حتى بعد جوازها كان برضه هيموت عليها. هيموت قوي. قوي قوي. بس هي عمرها ما حبته. هي ما حبتش الا واحد بس. حمزة. تبكي. ناصر بيحب حبيبة؟ أنا أول مرة أسمع الحكاية دي. أصل أنا ما بشغلش نفسي بالعلاقات الإنسانية دي، عندي حاجات أهم بكتير. يا ستي بقى حبيت مرة واحدة وحبيبتي ماتت زي الأفلام العربي تمام على رأي عماد. بس عارفة قلبي كان لسه في حبة نفس وفجأة كده من قريب لقيته بدأ يشتغل والدم فيه عمال يقوى. طب ما انت بتقول كلام رومانسة اهو، أمال ليه عامل لي حواليك جو غموض؟ كلهم بيخافوا منك، محسسين إنك دراكولا. ما يغركيش، أنا ساعات بقلب. بصي يا حبيبه، الكرة الشراب اللي إحنا عايشين فيها دي ومسمينها دنيا، ساعات الواحد بيقلب ويبقى وحش. لكن في ناس زي القمر كده لازم يتقال لهم كلام رومانسي. مش معنى أنا؟ ومين قالك؟ ده انا عندي ميعاد من 6 ل 9 هقول في نفس الكلام لواحده تانية، وعندي ميعاد تاني من 11 لواحده هقول برضه في نفس الكلام. ما تحسسنيش انك بتهزر. نص الهزار بيبقى جد على فكره. وساعات كله بيبقى جد، وساعات بقى بيبقى ملوش علاقه بالجد خالص. عمال توديني وتجيبني وبرضه ما قلتليش. مش معنى انا؟ اجيلك دغري ولا زوقه؟ لا الدغري احسن. عشان وتد. وحش. وبيني وبينك بقى الجو ده بيجيبني في صمتي. ايه القرف ده؟ انت محسس انك بتشقط واحده من الشارع. ولا كده عاجب ولا كده عاجب. اقول لك قلبي ودق ودم تقولي تعالى دغري، اقول لك وتد وحش تقولي ايه القرف ده. عجبتيني يا حبيبه. روحت البيت لقيت نفسي بفكر فيك. صحيت من النوم لقيت نفسي بفكر فيك برضه. وانا قاعد مستنيك في العربيه وانت نازله قاعد مبسوط. ركبت جنبي لقيت نفسي فرحان. زي ما تقولي كده داخل على دور حب. ربنا يستر. ما قلتليش بقى انت طالع عمر لمين؟ لبابا ولا لماما؟ ما اعرفش.
هو احنا مش متفقين ننزل مع بعض يا بنت الجاذبه؟ انت انت ما بترديش على تليفونك ليه؟ انزلي وحدك مع الجلاده. مالك البس حنتك ليه؟ امال فين حبيبه يعني يا صفية؟ حبيبه ما بعرف تلفني لها هيدي اذا ردت عليك اذا ما كان خطها مسكر. مسكر يا عسل. ايه لانه ممكن تكون مع حبيب قلبه. حبيب قلبه؟ عفقت مين بيبه؟ عفقت مين بيبه؟ عفقت اللي اجا اخدها من تحت البيت اليوم الصبح ناصر. ناصر تعز اصحابها بيبه. انت قلبت وشك دي خنقتني. فين شنطتي انا؟ هو ممشي. لا ما بتمشي بدي انطر انا وياكي. شكلك ناوي على مصيبه. الان عليها في مشكله. لا جوجو في بيتنا جمال. ايوه يا اختي جوجو. عشان يا حبيبتي انت كمان ليك تمسكره خطك. ما كنت مسكره خطي ولا شيء. ما عندي بطاريه. خيلك شو بشرفك جوعانه. شو عامله اكل؟ ما تقلي دليفري مثل كل يوم. هتعشي معنا النهارده يا جوجو؟ ما عندك بطاريه؟ ايه. طب وين كنت كل هالوقت؟ خير شو بك مريضة؟ رد علي يا حبيبة. منك حاسة انك اوفر اليوم؟ لاخر مرة بقلك رد علي. ايه يا جماعة في ايه؟ مالكوا قفشتوا في بعض كده ليه؟ قفشنا في بعض ايه يا جمانة؟ ما انت شايفة انا داخلة عادي. هي اللي قلبة بوزها وعاملة فيها مرات خالي. ولا قلبة بوزها ولا حاجة. صاحبتك وبتطمن عليك. لا مش بس عم بتطمن علي يا جمانة. انت كنت مع ناصر ما هيك؟ هيدا اللي قاهرك. شو بتحبيه بالسر وخايفه نحستك ولا؟ لا ما بحبه. ما بحبه ابدا. بعدين شو هي طريقه الحكي؟ ممنوع انا اقلع عليكي ووعيكي حتى ما تصرفي غلط؟ توعيني وتقلع علي؟ شو لقطين عم بحشش مثلا؟ هي يا حبيبه في ايه؟ بتقولي لنا ما تقولي لها هي. يا بنتي استني بس يا بنتي. على فكرة انتي هزقتيها. وبعدين صاحبتك وعايزة تطمن عليكي ما قالتش حاجة يعني؟ هي اللي عيلة مستفزة. أنا بعملها حلو قوي. هي اللي من ساعة ما جابتني ذل معايرة عاملة لي فيها وصية عليا. تقوليش يا أختي مشغليني في سفارة كندا؟ لا يا روح أمك. انتي اللي جاية مودك حلو قوي ومش عايزة أي حاجة تبوظه. صح. هي كارين تحب ناصر ولا إيه؟ بتحبه اكتر ما ابوهيب بيحب المانشي يا اختي. شفت ان هي عيله لئيمه وليها حركات زباله؟ ما قالتليش برضو. ايه علقتيه يا حبيبه؟ يعني تقدري تقولي كده احنا الاثنين علقنا بعض. طب وصاحبتك هتعملي معاها ايه؟ مش هي ما قالتليش؟ يبقى ماليش فيه. هعمل فيها عبيطة طبعا. نسوان قادرة ظروفك مساعداكي. اوعي تمشي. لا يا اختي قعدالك. لا تعالي.
اسمعيني بقى يا حبيبة عشان أنا هجيب معاكي من الآخر. هما كلمتين ركزي فيهم. ناصر بياع كلام، هتلاقيه بيقولك أنت أجمد حاجة حصلت لي في حياتي. بيقولك كلام معفن، إفهات قديمة، شوية شوية يمسك إيديك شويتين ويحسس على شعرك، ولو طلبت معاه هيركع على رجليها. مفيش واحدة دخلت الكباري ما عملش معاها كده. نصر يا حبيبة بيحب النسوان، كل النسوان، البيضة السمرة حتى الخضرة. أهو ده بقى اللي بيحب النسوان أكتر ما بوهيب بيحب المنش برضو. اتضايقتي؟ اتضايقت. مش عم اقدر افهم نوع العلاقة اللي جمعتك بناصر، ولا تطور العلاقة بينك وبين مجد. يا حبيبة الملايين، احكي يا حبيبة، احكي بيريح. او بتعب؟ لا لا، بتعب مين؟ إذا بتعبك لقالك مش مهم، لأنه أنا ما بتعب. بدي أشرب مي. الحقيقة بالنسبة لي واضحة. أنا عم بسألك عن التفاصيل. حبيبة وناصر قعدوا مع بعض كذا سنة، كانوا بيشوفوا بعض بمزاجهم، كل واحد مشغول في حياته وفي شغله. ولما حبيبة اتشغلت بالأتيليه وحياتها الجديدة وناصر حب يرجع، ساعدها بالصدفة إنها توصل للي أهم منه. حبيبة الوحيدة اللي سابت ناصر، وده اللي خلاه يحبها بجد. حب هو نفسه ما كانش متخيل إنه يحبه لها، وخصوصا لما علاقتها بمجدي اتطورت تطور سريع. ده اللي جنن ناصر، لانه ما كانش يقدر يقف قدام مجدي، لان روح ناصر في ايد مجدي. حبيبه كانت ذكيه، قدرت توصل للي هي عايزاه، ومحدش قدر يقف في طريقها. انت جايبني هنا ليه يا ناصر؟ وحشتيني يا حبيبه. قلت اخرج انا وانتي واصحابي، يعني احقق لك حاجه من الحاجات اللي ناقصاكي. في كلام كده من كتر ما بتسمعه مبقاش يأثر في قلبك. ده بالنسبه للكلام اللي بيتقال، انما بقى الكلام اللي يتحس برضه ما بيأثرش. بتضيع وقتك. طيار ناصر اجوده. طبعا ما كانتش اول مره مجدي يشوف حبيبه، بس اليوم ده كان اول مره اشوفها بجد. قبل كده كان حبيبة مجرد وش من الوشوش الموجودة، بس من ساعتها كل حاجة اتغيرت. طبعا ليك حق تقول تعال نقضي يوم لطيف، وانا اقول الواد ماله محلو ومتغير كده. هقول لك ايه بس موجودة يعني، بس خلي بالك حبيبة حاجة تانية خالص. بس طيار طول عمره ذوقه حلو، بس المرة دي حلو خالص. ميرسي يا صافي. ميرسي. ايه وليه انتي؟ ما تاكلينا حاجه. اوكي. وتوصي. ست زي اي ست، وكلام زي اي كلام. انت عارف انا بقول الكلام ده بقالي كام سنه على سبيل المجامله، بس طبعا المره دي كانت نتيجه مختلفه. بعد ما يتم الدين هقول لك انا عايز من الشيخ سليمان. ايه ليلى؟ ممكن لو سمحت مستر مجدي يبص على الميل ده قبل ما بعته؟
وريني يا ستي، بس نبهي عليهم من الاتفاق 88 للطن عشان ما يستعبطوش. يلا. طيب في حاجه كمان. اه. مهندس الديكور بعت الديزاينز الجديده بتاعت اتليه حبيبه، ومحتاجك تبص عليهم قبل ما ابعتها. طيب بعدين بعدين. اتليه حبيبه. حبيبه حبيبه شو بك معصب؟ فين حبيبه؟ يلا شوفي فين. يلا بتزعق ليه؟ ايه اللي بينك وبين مجدي؟ انت بتتكلم عن ايه؟ ايه اللي يخلي مجدي يفتح لك اتليه؟ اتليه؟ بقول لك ايه يا ناصر؟ عف يعني ريح، وبلاش والنبي تبقى تدخل علينا دخله الهجامه دي، اصلا اتخضيت جامد، وانا لما بتخض مودي بيبقى وحش، وما مودي بيبقى وحش مجدي بيسألني مالك، وما مجدي بيسأل أنا بقول له. يا بنت اللعيبة، عارفة يا بنت أنا لو منك أدرس. لا وعادي بتقولي الكلام ده عادي، وعيني في عينك وبيني وبينك متر. يا نسوان قوية ملهاش أمان يا أولاد الكلب، وحياة أمك ما بقاش نصر الطيار لو ما ندمتك على حياتك الجاية. اوعي 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 اخفي. تاكلي باستا؟ باستا؟ باستا يا بنت الاتوليه يا ملعونه. Bonjour Madame Safia. Bonjour. Ah, t'as fiche Magdifel? Monsieur Magdifel. Madame Safi. Madame Safi. في حد من دهني. سمعت صوت بيصرصر كده. ازاي حضرتك يا مدام صافي؟ اهلا يا ليلى. معلش يا حبيبتي ما سمعتكيش، قصدتي إلا كده. أقولك إيه ليلى؟ شفتيش مجدي؟ آه تقريبا راح الأتليه مع حبيبة. سوري سوري راح الأتليه مع حبيبة. يا ابن الكلب يا مجدي.
هي لسه متفرجة على التعديلات دلوقتي. عجبوها. اوكي نفذ يلا. حبيبتك تنسيتنا يا خلقك تنسى خير يا صافي. مجدي استنى انا عايزاك. ايام الشتاء عمري كنت فين يا بيه؟ حبيبتي انا مجدي مش مروان ابنك. يا ريتك يا اخويا كنت مروان، كنت قلت عيل مراهق ما اتخدش على تصرفاته، مش راجل كبير وعايب. انت عايزه ايه؟ اقول لك انا عايزه ايه؟ البي رايح يلف على حته عيله صاحبه كان ماشي معاها، وايه كمان؟ رايح يفتح لها اتيليه باسمها، والبي ناسي نفسه ماشي مع الهالم في الكابريهات، وداير صار محلين ونهار، مع حته عيله صايعه في الشوارع. خلصتي ولا لسه؟ لا ما خلصتش. طب خدي دي بقى. العيله دي انا هتجوزها. زغراتي بقى. حبيتك تنسيت النوم يا خلقي تنساني. انت فين يا سيد؟ طب تبقى عندي دلوقتي حالا.